أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. احتل اليمن المرتبة 176 من أصل 180 دولة بحسب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، ليكون بذلك ثالث الدول الأكثر فسادا في العالم بعد سوريا والصومال. أرجعت منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد أسباب ذلك إلى وجود أنظمة ضعيفة تعاني من صراعات طويلة الأمد، حيث يسلب الفساد موارد الدولة، ما يزيد من إضعاف قدرة الحكومات على حماية الشعوب وفرض سيادة القانون. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أثر الانقلاب الحوثي والحرب الدائرة على ترتيب اليمن في مؤشر الفساد، وكيف انعكس الفساد المستشري على موارد البلاد وحياة الناس. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. على بعد خطوتين فقط يحتل اليمن أسفل مؤشر مدركات الفساد للعام 2022. يعجز هذا البلد الغارق في الحرب عن محاربة الفساد المتسع بشكل كبير خلال الثمان السنوات الأخيرة بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة. مؤشر مدركات الفساد الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية يقول إن الفساد المالي والإداري وعدم جدية مكافحته ساهم بشكل كبير في اندلاع الحرب الأهلية في اليمن، انهارت معه الدولة تاركة ثلثي السكان من دون طعام كافٍ. اليمن حصل على 16 درجة من 100 ليحتل المركز 176 من أصل 180، ويبعد عن المركز الأخير بخطوتين قبل سوريا والصومال التي تتذيل القائمة. منظمة الشفافية الدولية المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع تقول إن الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب وفرض سيادة القانون، مرجحة أن يقود ذلك إلى سخط عام تعقبه أعمال عنف، إذ فشلت ثورات الربيع العربي في تفكيك هياكل السلطات التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة. يأخذ اليمن طابعا خاصا في الفساد، إذ تواصل ميليشيا الحوثي العبث بالمال العام وتوجيهه لصالح إثراء قادتها وتمويل أعمالها العسكرية. وتقول البيانات إن الميليشيا تحقق ما يزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً من موارد الدولة. ما يخص الحكومة تفقد السيطرة على الكثير من الموارد بما فيها السيادية، إذ تقاسمها ميليشيات أخرى جنوب وشرق البلاد، فيما يتحكم التحالف السعودي الإماراتي بالموانئ والمنافذ المختلفة. من أوجه الفساد أيضاً تعطيل أجهزة وآليات مكافحة الفساد، وتغيب معها أطر النزاهة السياسية فيما تتسرب الإيرادات خارج الخزينة العامة، حيث أنشأت المؤسسات الحكومية حسابات لها خارج البنك المركزي، وإيرادات النفط تجد طريقها إلى البنك الأهلي السعودي. كل تلك العوامل تزيد من رقعة الفساد، وتصعب معها عملية الحساب والعقاب، مما ينذر باستمرار دوامة الفساد وموجات العنف في التصاعد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم معي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أو رئيس مركز الأمل للشفافية الأستاذ سعيد عبد المؤمن. مرحبا بك أستاذ سعيد. إذا منظمة الشفافية تدرج اليمن في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الفساد، ما الذي يعني هذا التصنيف وما الذي يعنيه هذا التقرير؟ هذا يعني أنه اليمن ما شاء الله تترقى في مراكز الفساد بشكل مستمر يعني، وهذا يعني أننا نحن وصلنا إلى مرحلة الدولة الفاشلة أو أساساً الدولة غير الموجودة، مما يعني أن موارد البلد الأساسية والفرعية والمساعدات والمنح إذا وصلت فهي تذهب إلى بالغات الفساد، ومعنى ذلك أن المواطن اليمني في كافة أنحاء اليمن يعاني من آثار هذا الفساد: غلاء، فقر، ما فيش رواتب، يعني اضطراب الهجرة الشرعية وغير الشرعية، الدل في مناف الهجرة إلى آخره، مما يعني أنه البلد زي ما تنبأوا لها خبراء الفساد مكافحة الفساد في العالم وفي الداخل منذ العام 2002 أنها تسير بوتيرة حثيثة نحو الانهيار، نحو مرحلة الدولة الفاشلة.
وطبعا ينبئ ان نحن خلاص وصلنا الى قمه الفساد، قمه الانهيار، قمه اللادوله، مما يعني انه لا مساعده ستاتي ولا فقر سيرتفع ولا نمو اقتصادي ولا تنميه ولا الى غير ذلك. وضع ماساوي سوداوي مبني على معلومات حقيقه من داخل اليمن ومن خارجها. ان كان الوضع كما تصفه استاذ سعيد، اذا كيف يبذل العالم كل كافة جهوده للخروج بالأزمة اليمنية والخروج بتسوية سياسية للوضع اليمن على في ظل هكذا وضع اقتصادي؟ هو حقيقة العالم مهتم باليمن، ما أعتقد شنا. العالم الآن يعتبر اليمن دولة منسية، اللهم من باب التعاطف هكذا ومن باب أنه المنظمات الدولية تأتي إلى اليمن لتحقيق مكاسب أو لظهور في الصورة، تأتي إلينا على فترات ثم تذهب، أما حتى أن الفساد قد وصل لهذه المنظمات وأصبحت مشكلة كبيرة في التعامل، وأصبح كثير من المنظمات هذه يعني تحقق مكاسب شخصية منتمين إليها أكثر مما تحقق تنمية حقيقية داخلية. وبالنسبة للمجتمع الدولي، أعتقد المجتمع الدولي يجد أنه القضية المشكلة في هذا البلد أصبحت مشكلة داخلية، يعني لم نعد نحدد حد ولا نعد نقلق مصير حد ولا نحدد السلم العالمي ولا نحدد المراحة الدولية ولا من يحزن. كلنا في الأمر، شعب يتقاتل فيما بينه وبين ميليشيا تتقاتل، بالتالي ما عاد يهمش المجتمع الدولي. حتى المبادرات كما تلاحظ يعني مثلا في الفترات الأخيرة تطلق مبادرات لوقف إطلاق النار، لصرف الرواتب، لفتح الموانئ، لفتح الحصار على المدن، لكثير من هذه الأمور، ولكن كلها في الأخير لا تصل إلى نقطة محددة، تنتهي كما تبدأ تنتهي بدون أي نتائج محققة. أدعي على ذلك أنه تشكل الآن مجالس وقيادات وجيش وسلطات وجيش من خارج الجيش وتشكيلات أخرى، ولا أحد يهتم لنا. كل ما في الأمر أنه يعني من باب التعاطف الإنساني هكذا تصريحات هنا وهناك وبيان في مجلس الأمن، بالتالي العالم منها مهتم. لماذا؟ لأنه خلاص من عندنا أصلا، يعني العالم يشعر أنه المتحكمين في مصير هذا البلد لديهم الرغبة والقدرة على الاستمرار في القتال إلى ما لا نهاية، يعني لأن مصالحهم مؤمنة، حياتهم مؤمنة، أسرهم مؤمنة، أبنائهم ما شاء الله مؤمنين في أكثر من مكان، ما عندهم شيء مشكلة، يعني هم عايشين. إنما المواطن اليمني بصفة غير عايش، يعني أنا كنت أنا ألاحظ اليوم عدة تقارير، يعني حقيقة شعرت بالقلق من هنا، كأنه فعلا يعني هي الدولة أصبحت غير موجودة، يعني أنه المواطن يتكلم في محافظة أبيان أنه كيلو السمك وصل إلى 15,000 وحبة البهارات 500 ريال، يعني وين السمك مش موجود، هذه كارثة في منطقة يعني ساحلية أصلا. وفي مدينة ترج يأتي العلال الأحمر الكويتي على شيء يتبرعك شوية بالرئيس المدان للأطفال الأيتام، يعني الشيخ في دولة الكويت وفي الإماء وفي المهرة سلطنة عمان تشفرت شوية شوارع في حوف الشيخ في سلطنة عمان، يعني الدنيا لم تكن لها أثر، يعني وفي المحافظات الشمالية تضيع موظف الدولة بدون رواتب بدون أي مزايا عايشين على الحد الأدنى. يعني بالأمس كذا صورة مؤلمة للأستاذ في الكيمياء، نحن عارفين الناس فاقدة الكيمياء والفيزياء والرياضيات أولا من الأساتذة القلة، يعني مش متوفرين بشكل كبير، الراجل مجنون في الشارع يعني خلاص، يعني وغيره كثير، يعني كثير من الأستاذ ما تحتها وما فوقها، بالتالي الفساد هي الأبان وعاد الفساد أصبحت ثالثة، أصبحت هذه البالغة تتهم الإرادة. يعني يوم أنا ألاحظ أن أحد المحافظات الجنوبية يتكلم أن إرادة طلعت خلال العام 5 مليار ريال أو ما هذا الحدود، يعني يعني إيش من مبلغ هذا اللي يتكلم عليه؟ معنى ذلك أنه فاتورة الفساد تتهم، يعني في صنعاء ينتقل الجهاز المركزي يرفع تقرير عن الفساد اللي في مصلحة الجمارك، كان تقرير ناجح، يعني إذا الفساد أصبح الآن اعتقد يعني مش اعتقد اصبح الفساد هو اللغه السائده في اليمن، هو اللغه الحاكمه، هو اللغه التي تدير الكويت، وبالتالي ان الله لا يسمع امر المفسدين، واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرها تدميرا، والفسق هو احد انواع الفساد، بالتالي احنا نستطيع ان نقول انه الفساد وصل الى مرحله ما عندنا قدره يعني نقول يعني الى اي شيء سيوصلنا، اسوء من الوضع الحالي، يعني بلد متشظى
يعني لم يعد لدينا دولة. يعني أنا متأكد أنه من خلال الواقع العملي أنه أصبحت اليمن تتقاسمها الأطراف الخارجية، والميليشيات هي التي تتحكم في كل مكان، والميليشيات هي تنهب الموارد الدولة، وفي ناس مستفيدين على الآخر. يعني الآن مجتمعنا خلاص أصبح مجتمعات الطبقة الغنية وهي قلة قليلة، وهذه أصبحت مترفة بشكل كبير. الآن مع استشراء ظاهرة الفساد هكذا وحتى في رأس السلطة وفي رأس الهرم، يعني كيف يؤثر ذلك على أداء مؤسسات الدولة وأيضا على أداء أو على مكانة الدولة أصلا والأشخاص الذين الماسكين يعني في الدولة؟ كيف استمرار الفساد بهذا الشكل والانهيار الاقتصادي للبلد أيضا كيف يؤثر على مكانتهم وعلى قرارهم وعلى طريقة أدائهم للمهام الموكلة إليهم؟ هو إذا تكلمنا عن الدولة أركانها ثلاثة: أرض وشعب وحكومة. بالنسبة للشعب حقيقة والتاليف أصبحها يعني أصبح خارج التغطية تماما بسبب مشاكل همومه ومشاكل وأمراضه. يعني خلاص الشعب يعني منهك بشكل حقيقي، زي ما قال في المثل شعب ميت ولكن عايش عناد بس. وبالنسبة للأرض، أرضنا الآن الكل يتقاسمها، يعني هناك من يطمع في المهرة وهناك من يطمع في سقطرة ومن يطمع في عدن ومن يطمع في صنعاء ومن يطمع في حجة، يعني ومن يطمع في المخا، كل واحد له. والميليشيات ما شاء الله يعني تعمل لها دويلات حنيش أنهم معهم مجموعة من الذين يسيروهم بالسلاح إلى آخره. وبالنسبة للحكومة لا يوجد عندنا حكومة، يعني حكومة صنعاء غير معترف بها أصلا، وهي حكومة طبعا عجزت عن دفع الرواتب، عجزت عن تلبية احتياجات الناس، يعني الناس عايشين بشكل اسمه طبعا بالمبرر اللي هو العدوان. وعندنا حكومة العدل وهذه طبعا غير موجودة على الواقع العملي. سمعنا أنه رئيس مجلس القيادة عادل عدل، لكن مجلس القيادة تكون من 8. أين البقية؟ يقال محتجزين في الإمارات، محتجزين في السعودية، يعني كذبة كبرى أصبح مجلس القيادة. رئيس الوزراء كذلك توجه سهام النقد إليه، الناس يتظاهروا ضده، يتخذ قرار سيء جدا برفع الدولار الجمركي مما يعني بتضاعف الأسعار، وعدن تعاني العاصمة المؤقتة من انتفاع الكهرباء، الناس يعانوا من المشاكل الاقتصادية، الراتب اللي يمنح هناك طبعا قوة الاقتصاد، القوة الاقتصادية ضعيفة جدا، القوة الشرائية. مع ذلك لا نسمع لهذا الرجل صوتا، ولا هو حتى موجود على الواقع العملي. معروف أنه وزراء ما يشاء حكومة الشرعية أو حكومة عدن، ما في الشرعية أصلا، يعني متناثرين ما شاء الله ما بين القاهرة وما بين الإمارات وما بين السعودية وما بين واليوم سمعنا أحدهم في جنيف يتكلم عن أزمة المستشفيات في اليمن، يعني وكأنه مجرد رسول للمنظمات الدولية يطلبهم خبر. إذا عن أي حكومة؟ يعني الحكومة هذه أساسا لم تعد تهتم، أصبحت مصالح الشخصية. هذه الحكومة لو كان في حكومة مجلس قيادة يهمهم مصلحة هذا البلد تحت أي اسم وتحت أي عنوان وتحت أي علم وتحت أي راية، لكان شعروا بهموم الناس. الناس اليوم تتكلم تبكي دما يعني، لكن هؤلاء زي ما قلت لك مغيبين ومغيبين انفسهم، مصالحهم تتحقق، لا يبحثون عن مكانه، وهم عارفين انه يعني وكانهم يقولوا للعالم احنا ليس لنا صلاحيه، احنا لسنا دوله، احنا ليس لنا مكان في هذا الواقع، احنا مجرد موظفين تديرنا الدول الخارجيه بالريموت كنترول. يعني ماذا تتوقعين من اشخاص عايشين في الخارج يحملوا جنسيه غير يمنيه، يطلع حتى لما يطلع في المقابله تطلع بملابس غير يمنيه، يعني هو اساسا ما عادش خضوع عنده جنسيه الدوله هذه او تلك. بالتالي عن اي مكانه تتحدثي؟ هؤلاء لا يبحثون عن مكانه ولا عن اصلاح سياسي ولا عن دوله. وللاسف يعني احنا ما نقوله يعني في مجال الفساد، وهذا طبعا تعبنا في هذا الحديث منذ ما يقارب عشرات السنين. المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والخبراء يقولوا البلد تتجه نحو الانهيار في 2000 و2002 كان في المرحلة 88، ثم تصاعدت وصلنا إلى مرحلة 131 في 2007، وصلنا إلى مرحلة 136 في 2010، في 2014 161، يعني صعود ما شاء الله. بعدين وصلنا لمرحلة 166، العالم كله يحذر، لكن في الأخير العالم حيتعب منك. العالم عنده هموم أخرى، عنده مشاكل في حروب في العالم، في مشاكل اقتصادية، في ركود، في تضخم، في مظاهرة في أوروبا، الكل مشغول بهمومة. يعني إلا نحن الوحيدين اللي في هذا البلد نبحث عن الآخرين إنه يهتموا بهمومنا ومشاكلنا، وكأنه يعني إحنا بس مجرد إيش عالة على العالم. إذا عن أي مكان نتحدث؟ أنا أقول لك بصراحة يعني، وأقول للمشاهدين اللي يسمعونا،
لم يعد هناك في اليمن من يبحث عن مكانه لهذا البلد. لو في حد يبحث عن مكانه لهذا البلد لعمر كما عمل صلى الله عليه وسلم قدم استقالته وغادر اليمن، كما عمل الإرياني الله يرحمه قدم استقالته وغادر اليمن، كما عمل إبراهيم الحمدي عاش فقيرا ورحل على السلطة فقيرا، كما عمل سالم ربيع علي في عدن الله يرحمه مات فقير، كما عمل يعني. لكن حقيقة إنه حد يبحث عن مكانة في هذا، بالعكس هم يبحثوا عن مكانتهم كعملاء للدول الأخرى كموظفين مع هذه الدولة أو تلك، بالتالي الهم اليمني عندهم آخر حاجة. شكرا جزيلا لك رئيس مركز الأمل للشفافية الأستاذ سعيد عبد المؤمن، كنت معي من صنعاء. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.